مسوي حنة وأظافري العيد باقي له يومين. يس يس أخيرة خلاص خلص رمضان وجاء العيد. أهلا أهلا بالعيد مرحبا مرحبا بالعيد. يلا شباب الصالون يلا وصلنا الصالون الحين شباب تحني. أوكي اخترنا النكشة إن شاء الله يطلع حلو. باقي الايد الثانية قاعد يكملونها وان شاء الله بيكون بيرفكت. ترى خلصنا شوفوا. واو ما شاء الله طلع وايد حلو عليه الشفا. ان شاء الله يوم العيد يكون جنة. الحين سوي بدك يا ملكي. تحبي بدك يا ملكي؟ يلا ان شاء الله بيطلع حلو. الله شوفوا قاعد يدلدلج. شوفوا الرقبة تغدر. واو شو المناكير جنة نشوفه كل الألوان. كيف أي لون تبي مناكير؟ لون وردي. أوكي هذا اللون الوردي. أوكي شفا خذي لون وردي احسن. شفا اختارت وردي عشان يناسب فستانها في يوم العيد صح؟ صح بيطلع حلو ان شاء الله. مع الحنة خلاص كشخه كشخه. ترى شوفوا مناكيري. واو جدا ما شاء الله اختيار موفق. اوكي اليوم دلع كله للعيد ان شاء الله. يدغدغ شفا. كل واحد يمسك رجلها تضحك. شوفوا اضافوا شبكه صغيره قاعد تسوي فيهم مناكير. شايفه اختارت في رجلها لون ازرق والاظافرها لون وردي غيرت. ترى خلصت اظافري ورجلي. واو ما شاء الله سوبر كيوت شفا جنن. طلع الحنه. الحين وقت عناية بالبشرة. اوكي شو بتسوي شفا؟ ماسك. بتسوي ماسك؟ انت بتصنعينه؟ ايه. رح نسوي ماسك للبشرة. شو المكونات؟ زبادي. اوكي. وحليب بودرة. وشاي اخضر. نصب الزبادي. ملعقة كاملة؟ ولا ملعقتين؟ ملعقتين. الحين حليب بودرة. ملعقة واحدة؟ يلا نخلط. يلا اخلط 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 اخلط. شوفوا من داخل. واو شكله صار حلو. اوكي الحين يلا بسويها على وجهي. شوف دام تسوي ماسك؟ اوه بارد بارد؟ دام احط ماسك عشان تصير بشرتي صافية وناعمة. شوفوا حمتي تغيرت لونها صارت وايد حلوة. واو جنة شفا. مرت 15 دقيقة الحين بزيل الماسك. اوكي شوفوا زلت الحين بغسل وجهي بالماي. يلا ترى شوفوا بشرتي صارت نظيفة. الحين بسوي ماسك لشعري. يلا اليوم عناية كاملة صح؟ صح. هذا ماسك للشعر. يلا ناخذ منه شوي. حطه بس للأطراف صح؟ صح. بعدين يخلي الأطراف حلوة وناعمة ما شاء الله. الله ريحة الجنة. صراحة تفضل. جهزت للعيد أو لا؟ جهزتوا شباب ما شاء الله جهزت كل شيء صح؟ صح. فستان عيد جهزتي؟ أكيد. لازم الحين نستنى 30 دقيقة. سبحت مستعدين تشوفون شعري. 1 2 3 ترى صار وايد حلو ناعم ما شاء الله. شوفك صار صحي جنة وايد حلو نعيمة شفا. الله ينعم عليك. الحين رايحين نشتري توزيعات العيد. نروح نشتري حلويات واشياء. يلا روح سوبر ماركت شفا. يلا يلا اليوم وايد مشاوير. وصلنا السوق الحين نشتري اشياء العيد. الله هذا حلو العيديات مكتوب عليه عيد سعيد حلو صح؟ صح. نشتري هذا الكرتون لتوزيعات العيد مكتوب عليه كل عام وانتم بخير وايد حلو عيدكم مبارك. جنة وايد حلو. نشتري كيك يمي عشان الكيك. الحين نشتري مصاصة. الله مصاصات توزيعات حلو صح؟ صح. شو بتشتري شو بعلا؟ بجرة. هاي حلوة؟ هاي طالعوا حبيتي؟ هي بازل
مية مية حليات العيد بيشتري. يومي التوزيعات طلع حلوة صح؟ صح. لبان أهم شيء في التوزيعات. شو ما تحب تحط توزيعات لبان؟ يلا شوفتي بين عينه. واو وايد أنواع. يلا. لا تكون توزيعاتنا حلوة. صح. نشتري بروف العيدية. يلا. مكتوب معكم العيد أحلى. كل مكتوب عيد سعيد يلا. نشتري. سوي معمول في البيت بيشتري. قوالب شو؟ جنن. يلا تاخذي اي قالب اختاري. هذا حبيتي؟ ايه. اشتري هذا الشيت. حلو التوزيعات طلع حلو. واو بالونات مكتوب عيد سعيد. مكتوب عيد مبارك قررنا نشتريها لك ياس. ترى شوف الاشياء اللي جبناها. وجبنا هذه الاكياس الشفافية للتوزيعات. مكتوب عيد مبارك كيوت. يبين شو داخل. ايه. يلا حن بجهز. بحط شيب. اوكي. الكيك مصاصة حلاوة بقرة حبتين شايفة ما شاء الله توزيعات وايد مارشميلو جيلي وماكنتوش وجواهر خلصنا أول كيس ما شاء الله حلوة توزيعاتك مكتوب عليه عيد مبارك. انا وجواهر وبس. ترى خلص. ما شاء الله يا شفا فنانة شوف ضبطتها بروحها. جالي مصاصة. خلص. انا ما خلص. شفا جهزتي كل شيء للعيد؟ ايه. اكيد؟ اكيد. ترى خلص. انا بعد يلا. اشتقت حق العيد وايد انا بعد ما اشتقت له سوينا 50 حبة كيس عشان نوزعها حق الاطفال ان شاء الله يكفيك الاطفال موجودين في المسجد ما شاء الله على الشفا شطورة